انضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. بهاء أهلا بك معنا. صورة الأوضاع من عندك على الشق الميداني والإنساني بعد القصف على مناطق شرق حلب. أهلا بك سيدة روناك. والحقيقة حتى الآن مجازر عنيفة، مجازر متكررة بحق الأهالي في مدينة حلب. نتحدث عن أكثر من 50 شهيد حتى اللحظة منذ ساعات الصباح الأولى في المناطق التي تعرضت للقصف، ويوجد فيها شهداء. أحياء طريق الباب والأرض الحمراء وحي المشهد وباب النيرة والصاخور وباب المقام والصالحين وبستان القصر والكلاسة وكفر حمراء والمغير والقاطرجي والفردوس، وأيضا أحي السكري والشيخ خضر والمرجى والأنصاري ومنطقة البلاط وجسر الحاج والراشدين. وهناك عالقون تحت الأنقاض يقدر بأكثر من 25 شخصا عالقون تحت الأنقاض، ويعجز الدفاع المدني عن إنقاذهم حتى الآن، وعمليات انتشال المدنيون من تحت الأنقاض مستمرة، والقصف مستمر على حلب. البارحة أكثر من 100 شهيد خلال اليوم الذي مضى البارحة في معظم أحياء مدينة حلب. جميع الأحياء قصفت، جميع الأحياء دمرت، دمار كبير جدا في مدينة حلب. وهناك استخدام لأسلحة محرمة دوليا كالقنابل الفسفورية والعنقودية، وأيضا هناك أسلحة ارتجاجية تهز كافة أحياء حلب وتسبب دمار هائل في المناطق في في المناطق في المناطق السكنية. يعني أكثر من 5 أمتار تحت الأرض نشهدها تدمرها الصواريخ. أيضا هناك أمر مهم وخطير، أكثر من 300 إصابة منذ البارحة إلى الآن، وهناك إصابات خطيرة في فريق الدفاع المدني. أيضا هناك إصابات خطيرة في المدنيين يعجز الأطباء عن إنقاذهم أو علاجهم، لأن البارحة استهدف مركزين للدفاع المدني. المشهد المختصر في حلب مشهد مأساوي، مجازر جماعية، مقابر جماعية، الموت منتشر في حلب. الكارثة ضخمة جدا ولا أحد يكترث في هذا الموضوع. حلب تباد، حلب تحترق الآن، وإلى الآن القصف مستمر ومكثف. إن لم ينقذوا حلب فحلب على وشك الهاوية، في القصف عنيف والطائرات تمسح حلب من الخارطة. مدينة كبيرة يحاصروها الميليشيات الطائفية والطائرات تقوم بقصفها وإبادتها. يعني تخيلوا خلال 4 ساعات فقط أكثر من 50 شهيد، فإلى المساء ربما تزداد إلى 200 وربما أكثر. مجازر المشافي من شهد الآن الفجائر التي تخرج من حلب، والله نعم. تبكي الحجر وتبكي القلب الآن، مناظر نعم مأساوية تخرج من حلب. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة من حلب. الناشط الإعلامي حدثنا بها الحلبي.